إذا تحية طيبة لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذه المباشر على صفحة شوف تي في في اون ديريكت اوفيسيال. اليوم حنا تتوجه مع عائلة اللي لقات نفسها في الشارع العام في هذه اللحظات بعد ما انه توفى الاب ديالهم، وهاد الناس هادو ما بغاوش يعطيهم يعني الفلوس ديالهم ديال الرهن ورموهم من الزنقه، مول الدار رموهم من الزنقه بعد ما داروا عده الايرات. هاد الناس هادو اللي كانت الام ديالهم بعد الوفاه ديال الاب ديالهم مشات لجامعه غمات باش على اساس انها تقوم زياره الاب ديالها، جات تصادفات مع الحوايج مرميين حدا باب الدار بدون سابق انذار. السيده ملي مشات باش انها تقوم بالاجراءات القانونيه ديالها تبعات المواصلات القانونيه في المحكمه، وسواء في الدائره هنا الامنيه اللي تابعه يعني الامر شيش بمقاطعه الناخيل بالبكار، مازال حدود الساعه ما تلقاوش حتى شي رد بخصوص هذه المساله هذه. غنخليهم هما يحكوا على لسانهم هذه المشكله او هذه المعضله اللي تعيشوها، خصوصا انهم دروكا وكان واحد الناس ما استقبلوهم في دارهم وكنبقاو الان متشردين في الزنقه، وخصوصا ان واحد الابن ديالهم باقي صغير، يعني بعد ما خرجوا لهم حوايجهم من الزنقه لقاو نفوسهم عرضه للشارع، وهذاك الابن حتى هو اللي ضاع ما عرفوش الطريق. ونخليو الابن هو على لسانه يحكي. انا اخويا بينك تحكي لنا، تفضل احكي لنا اخويا شو وقع بالضبط عندكم هنا، تفضل علاش كيفاش فين كنتو منين خرجوا لكم هاد الحوايج هادو؟ تفضل خويا مشينا للبلاد. حاول ترفع صوتك مزيان. السلام عليكم اخويا. مشينا للبلاد اخويا نهار الاثنين، نهار الاحد كنت فاجئ كيظهر لي مهبط يقول لي واش مازال ما بديتش تجي تهرز لي رحيل اللي حطيت لي باب الدار، بحال انا اللي غادي نهز الرحيل ديالي نحط باب الدار ونسافر ونبدل القفوله. اما يمكنش ما كاينش شي واحد عاقل، شي واحد بكامل القوة العقلية يخرج حوايجو على برا ويمشي يسافر يتفش ليه مع راسو، اما يمكنش على اي عقل. الدار واش كاين ولا ما كاينش الله اعلم. ولكن هاد السيد هاد مول الدار هذا اللي هز الحوايج وخرجهم لكم من الزنقه، واش خليتو ليه السر ديال الدار ولا هو فرع الدار ودخل ليها؟ خويا راه مايمكنش تخلي انت السر في واحد كان حاكم معاك كل واحد عندك، مايمكنش راح انت راه خلي حوايجك خلي رزقك انت في الدار، مايمكنش تخلي ليه السر. انت مداعي معاه على اساس الفلوس اللي ما بغاش يعطيك، فلوس الرهن ما بغاش يعطيهم هما مداعيين معاه. ولكن علاش دعيتو معاه؟ واش انتوما يعني دويتو معاه باش على اساس انه باش عندكم فلوس الرهان؟ حنا في 2016 دخلنا لهاد الدار هادي رهنا فيها، رهنا 13 مليون بلا كره صافي. كنا راهنين سال قبل ما يسالي العام نهار واحد الدار سبعه 2017 توفى الوالد ديال الله يرحمه الله يرحمه انا والكوادري كل والده وذاك الرهن هذاك هو الايراث ديالنا اللي خلى لينا. نعم قلنا للسيد الله يرحم والدينا بغينا نخرجوا ما بغيناش نكملوا ما بغيناش نعاودوا الكونترا معاك حيت بحكم الوالد كيف قطعت الدار ما بغيناش نكملوا فيها صافي. قال لك واخا صبروا عليا كل مره كيجيو ناس، حيت هو قال لك ضروري يجيو ناس رهان اخرين باش يدخلوا باش يعطيوكم فلوس باش غتخرج. قلنا له واخا هو تيقول لك ثلاث شهور شهور تا ولينا في عام اخر، عام اخر نجمع حنايا. قال لك هو صبروا عليا نجمع حنايا بدينا تنقلبوا على ناس اخرين تنعاونوا. فاش تنتفاجئوا تنلقاو انه هو اللي تيعكس هذوك الناس انهم يدخلوا ديما كيزيد عليهم في الرهان وتيقول لهم ما بغيتش نتباع ما بغيتش نجي، ديما هو اللي معكس يعني هو اللي ما بغاش ان الناس يدخلوا ما بغاش يعطينا فلوس. صافي اخويا من بعد حنا التزمنا للقضاء بعيناهم، من بعد مده دابا راه 4 سنين هادي حنا ساكنين في هاد الدار هادي، من بعد مده حكم الحكم بانهم يعطيونا فلوسنا وتعويض وبقى هادي هادشي في الطماطم. علاش ما كاينش التنفيذ؟ علاش ما كاينش التنفيذ في العموم؟ ما كاينش ما عرفت علاش اخويا الطماطم تنعرف انا حاجه واحد ما خرج الحكم في المحكمه خصو تنفذ صافي. هادشي اللي كاين راه ما فيهش حتى نهار، نهار نهز حوايجنا راه نص نهار نهز حوايجنا ما عندناش حنا مشكل، حنا بغينا غير نشدو رزقنا ونخرجو بحالنا هما لا ما هادشي معكس. علاش الله اعلم. جات مورا العيد بغينا نطلعو على جدي قلت له والدي كاين هنا طريق وريطة باش معاك مشينا عندو نهار الاثنين نهار الحد كان فجأة بالابيل ديال السيد مهبطات يقول لي واش مازال ما بغيتيش تهز الرحيل اللي حطيت لي باب الدار. قلت لي انا شنو مرحل وباقي عندي الابيل ديالو مسجلها باقي عندي الا بغيتي تصنتو ليها ماشي مشكل. جينا لهنايا عاد ديك الفاجعه ديك الهضره صفت واحد الدري هضرت معاه قلت له شوف واش كاين هادشي هذا، قال لي كاين. جينا لهنايا صورنا هادشي هذا مشينا لقينا للبوليس دائره سبعه هنا في الناس تقول لي اه ما نقدرش حنا نتدخلوا. علاش ما تقدرش تدخلها اخو راه سارقه كانت تما راه فرعوا الباب
كنت تما سارقه. من بعد مشينا للمحكمه نعم عطيتي الوالده تكمل. من بعد مشينا للمحكمه وعطاونا ورقه مشينا عند هذوك الدائره السابعه وجاو معنا الحقيقه وقفوا معايا جاو معايا حتى لهنا لقاو الباب داير حيدوا لي القفل بدلوا لي القفل بدلوا القفل ديال الدار اللي كنت ساكنه فيه وبدلوا الباب ديال على برا بدلوا لي الباب ديال على برا. يعني ما بقاش عندنا فين ندخلوا ما بقاش عندنا فين صافوا لينا تشردين صافي هذوك البوليس مشاو قال لكم ما عندهم باقي هما ما يديروا قالك ماشي شغلهم سيري قال لي سيري للمحكمه صافي مشينا للمحكمه مشيت عند سميتو عند المحامي تنمشي معاه غاديه جايه غاديه جايه النهار كله وانا كنتسنى كنتوصل 11 ولا هذا كنبقى معاه تما حتى الخمسه كانت جايه ثاني لهنايا نبات هنايا. ولكن علاش انتوا دروك عندكم حكم قضائي وما تمش التنفيذ ديال الحكم القضائي بانه باش انه يتم رجع لكم فلوسكم وانتم حوايجكم علاش ما خليتوهم هنا بالضبط علاش خليتوهم هنا؟ نعم لا ما عرفناش كيفاش. تفضل تفضل. خويا ما يمكنش انك تحول الحوايج. هما قالوا لي ما تحولش الحوايج ما تصليهم. ما عرفناش اشنو اللي كاين شكون اللي خرجهم خصنا نعرفوا شكون اللي خرج. هنا ما يمكنش تنشوف انا علاش طوماطو راه سيمانه خويا دابا من نهار اللي حبس جينا شحال بقى راه سيمانه سالا حنا كانت لا واحد علاش ما يدخلوش معنا نشوفو حنا ندخلو يبقى لنا نقطه دابا زمان كورونا وحنا تنتشردو في الزنقه ما جاتش عيب والله حتى عيب والله ما جاتش حنا نتشردو. ودوكا فين تتقعد اسيدي فين تت خويا انا مره الى 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 قبل عليا سي بات صديقي الى قبل عليا كندخل وتيقول لي مرحبا كندخل عنده الدار كنبات عنده ولكن راه يومين هي دوزنا في الجرده اخويا يومين انتما في الجرده آه دوزنا يومين في الجرده يومين في الجرده دوزتها في البرد وفي هذه الكورونا هذه اي اخويا والسلطه ما تدخلش هنا السلطه القائد ولا شي حاجه ما جا لا ما شفنا قائد ما شفنا مقدم اخويا ما شفنا مقدم بوليس داك النهار النهار جاو معنا جاتهم برا من الوكيل المالي جاو معنا لهنايا جاو عينوا المكان صوروا وتقيد المحضر المشكل هو انه تقيد المحضر وما مشاش للوكيل المالي علاش ما يمشيش للوكيل المالي ما وصلوش نعم وقال لنا دابا سيروا الطال اثنين واش بغينا نجلسوا حنا في الزنقه الطال اثنين باش نبقاو نشوفوا اش بيوقع اش بغينا ثاني طال اثنين الشهر نعم وقلت لي بنا شي اخ ديالك بان ما مرجع ما من نهار تلاحظ ما عرفناش ما عرفناش وانتم باش تطلبوا خويا؟ خويا بغينا نطلب خويا اول حاجه كنطلب فيها اول حاجه كنطلب فيها خويا هو ما يبقاش طماطم بغينا خويا حقي بغيت نقبض انا رزقي اول حاجه بغيت نشوف انا شكون اللي دخل الدار نشوف شكون اللي دخل الدار شكون اللي هز لي حوايجي وبغيت نشوف الحوايج اللي خليت واش باقي هما ولا ماشي هما صافي هادشي باش كنطلب انا بغيت وانتم تشوفوا بان حوايجكم ناقصين ناقصين اخويا راه نعم. ممكن تفضل سيدي انت بحكم انك كنت صديق ديال الاب وتتعرفوا مزيان هادشي اللي وقع لهم بغيتك تحكي لنا هادشي اللي وقع بالضبط تفضل اخويا اللي بالضبط كي قلتو في قبيله بين السيد قبض حقو في دارهم 16 مليون اللي عطاوه حقو في دار بواحد جور المساكين جا عند هاد الناس رهن ليهم رهنوا عنده ب 13 مليون والسمسار اللي هو راه اليوم هو نيت هو السمسار هو اللي راه اليوم ب 13 مليون بقى ديك 3 مليون عنده شرا لولادو هذا موتور والاخر موتور شرا لهم الماكر وفرش لهم المحل الفلوس باش اللي شاطوا ليه فرش بهم المحل ديالو بقى عايش مع السيد مريض مسكين دور بقى مريض انا تنمشي لعند تنجي لعندهم ونجيو لعندي هذا مسكين قريبة الكونترا تبوت بشهرين توفى الدم ولا أمانة أمانتو من الدم ولا أمانة أمانتو هاد الناس قالوا لي أودي حنا راه بغينا فلوساتنا بغينا نخرجوا في حالاتنا قالوا لهم سيرو تديروا لي عدات ليرات نشوف من نعطي الفلوس صاوبنا عدات ليرات عطيناها ليه قلنا لها عدات ليرات راه مهم هي المسؤولة عليهم جبدها قلت تماطل عليهم بلا تيجي الراهر بلا تي هذا وتدوز في لوقيته تيدوزوا نهارات قال لي رجعوا لعنده قال لي اودي عطينا فلوس دخلوا معاه قال لي الا بغيتو تدعوا مشاو دعاوا بقات المده تطول في الدعوه ملي خرجت الدعوه خرجت ليهم باش يعطيهم فلوسهم ويخلص غرامه المحكمه فيها مليون ونص جا الحجر ما بقى يتسناو التنفيذ فجاء الناس مشاو للغمات مشات عند با طلع عليها مريض جات لقات حوايج مشينا
مشاو لعند الوكيل دخلوا شي كيدخلها المحامي بركوا عليهم اليوم غدا هاد السيمانه اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا الان الناس متشردين ودركا فين تيباتوا هما سيدي فين تيباتوا تيباتوا في الزنقه هادا نتعاطفوا تنجيو تنقلبوا عليهم حتى تنلقى هاد الدري والولد الصغير ما لقيناش اليوم هذا هاد الدري تنديه هاد السيده قاعده تتجر المراه تتديها تدولي السيده تتهرب لينا هذيك البكسه مريضه مسكينه تجي حدا حوايجها تيجريو عليها هادو بالمعيار وبالسبانه وبهذا وكل مره في الزنقه مره في الجرده مره تنجروها لعنا هادشي اللي واقع اخويا تنطلبوا من الله من المسؤولين الناس اللي فيديو هاد الملف يحركوا شويه يشوفوا لهاد الناس بوجه هاد المراه اللي مريضه وبهاد اليتامى هالحوايج انتم تشوفوا فيهم هما كلهم مليحين هنا شي كامل وشي ما كامل واحد الموت ديال ولدهم حتى هو ما كاينش اللهم انا هذا منكر نعم شي واحد شويه ديال الانسانيه واحد شويه ديال الروح تاع الاسلام نعم. وشكرا اذا العموم كما تابعتوا معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر تشوفوا ان الاسره بعد ما توفى رب الاسره ديالهم يعني الاب هاد الناس هادو كانوا بيخرجوا من هاد الدار فهاد مول الدار ما باقيش بيعطيهم فلوسهم يعني استغل الفرصه انهم مشات للغماد باش تقوم بالزياره ديال الاب ديالها جات تتفاجئوا بانه لقاو حوايجهم في الزنقه على برا كما تشوفوا من خلال هذا المباشر يعني يومين تقريبا ثلاث ايام هما عايشين في الزنقه وكان ما عند الناس يجودوا عليهم يعني وتيدخلوهم لدارهم وتيشوفوا من حالهم وكان دروكا باقي مستمرين في الزنقه يعني سلكوا جميع المسارات القانونيه باش انهم يعني استردوا فلوسهم فلوس ديال رزقهم ديال ورزق الايتام كما تنقولوا اليتامى لانه الاب توفى بقاو الوليدات العموم تنتمنى لكم من خلال هذا المباشر انكم تبارطاجيو هذه الرساله ديال هاد الناس هادو باش توصل لمن يهم الامر شكرا لكم على المتابعه وتحياتي لكم متتبعينا من خلال هذا المباشر.